احنا تو باش نحكي على حاجه مش بعيده على الماركتينغ هذا، نجمو نسميوها سوسيال اوسي. عمل لنا مقدمه باهيه. مقدمه باهيه سون ترانزيسيون كما يقول بي بي دي ا، باش نحكيو على باري دوفين في تونس، باش نحكيو على اوبيراسيون قريبه كيما هكا، اما خاصه بالعوده الجامعيه والليجيني توانسه اللي نحبوهم يوصلوا لاعلى المراتب في تونس في العالم. قبل كل شيء شنو هي باري دوفين للعباد اللي ما يعرفوهاش؟ الوغ هي جامعه فرنسويه مختصه في لي سيونس دو لورغانيزاسيون اي لا ديسيزيون. عندها دي سبيسياليتي كيما ليكونومي جيستيون المات سيونس سوسيال والانفورماتيك. عندها لي زاكريديتاسيون انترناسيونال، معناها لي كويز في الجيستيون اللي كلاسي 3 في فرنسا في المات، 18 في الكلاسمون شانغاي. و اون افريل 2014 اول يونيفرسيتي في فرنسا ولات تسمى غراند ايكول. اليوم موجوده في تونس؟ موجوده في تونس، هي دوفين محلوله في تونس دوبوي 5 ans. دونك السنه باش تخرج اول بروموسيون باك بلس 5. دونك اليوم نحتفلوا بالبروموسيون الاولى نتاعها. نحتفلوا بالبروموسيون نتاعها. احنا قاعدين نشوفوا بعض الصور على اليونيفرسيتي هذيا، اليوم مش نحكيو على اكسيون حلوه برشا، الاكسيون هذيا شنو سميتوها؟ Égalité des chances, on a deux... L'action que vous parlez aujourd'hui, c'est... On a deux actions. Deux actions. L'égalité des chances, je m'en étais, je ne l'ai pas ça. On ne peut pas refuser un bon candidat avec un bon dossier sous prétexte qu'il n'a pas les moyens de payer ses études. Allez, parce que vous parlez d'offre, normalement, c'est une madrasa khassa, mais vous allez faire ça. في تونس اوبليجي باش نكونوا مدرسه خاصه، خاطر ما نجموش نكونوا معناها جامعه عموميه. دونك لهنا مدرسه خاصه كونترولي بار لونيفرسيتي باري دوفين. دونك مي اللي يجم يخلص على نفسه يخلص على نفسه. اما شنو نحب نقولوا سكو كوم سي اون يونيفرسيتي تري سيليكتيف، اللي عنده ان بون دوسي وقادر باش يقرا قرايه دوفين اما ما عندوش الامكانيات، احنا اون مي اون بلاس ان سارتان نومبر دو ميكانيزم. دونك on s'est associé avec des associations, on crée Dauphine Égalité des Chances où les lehine bihad essaient de faire le gem interne, هما اللي متراسين الجم الجمعيه هذه. Donc on met en place des mécanismes باش نلقاو des financements les tlemza اللي عندهم des mentions bien ou très bien mais qui n'ont pas les moyens de payer des études في Dauphine. Donc قرايين لكن ما عندهمش امكانيات ماديه. Voilà. Donc il y a un manque d'information déjà au niveau des lycées. Mais je crois que les bon, femme la jamaat l'homoumia, ama femme la jamaat rasa, les hommes sélectifs, les loislo le haka ou haka ou haka. Ahna non seulement les loislo manière des postes de responsabilité, c'est des formations t'as des postes de décision, mais en plus il y a t'as il l'imkani, mais je lui ai dit comme le crayon t'as ou fait français. واللي عملت اكثر لجامعه دوك دوفين باريس هو اللي عطاونا دي بورس، معناها الفونداسيون دوفين في باريس بعثوا لنا دي بورس موبيليتي اللي تمكن باش دي دوفينوا من تونس يمشيوا لباريس، وتمكن دي افريكان دوك نون تونيزيان باش يقراوا في تونس. هذه الامكانيه الاولى، هذه الاكسيون الاولى. الاكسيون الثانيه؟ الاكسيون الثانيه حبيت نحكي على الاكتواريا. ناش كان تعرفوش شنو هو الاكتواريا. C'est nouveau في تونس. De toute façon, la formation d'actuariat, c'est une première في تونس. فما كاش اثنين في افريقيا أو في العالم العربي. Un actuaire, c'est un spécialiste du risque qui يخدم في les compagnies d'assurance. وتوا نجم نقولوا سي ان دي ميتيي لي ميو ريمونيري في العالم. Actuaria. Actuaria, actuaire. اليوم نزار باش نبداو متفاهمين، اللي تبع البرونش اكتواريا ايوه ينجم من خاطر هما يعملوا عامين بريبا من بعد يمشيوا له من البريبا ويعرف روحه ماشي لاكتواريا، يعرف اللي مستقبله مضمون خاطر ما فماش برشا وطلب ياسر موجود على الاكتواريا. على الاكتواريا ويعرف اللي روحه اللي باش يخلص من نهار الاول من 2000 وانت طالع دينار، معناتها سي ما قلت له حتى شيء راهو محضر سيصير ما حضرتش انا وياه راهو ما يتكلم في بلاصتي شويه. شنو قاعدين تعملوا انتم معنا؟ دوك حلينا الفورماسيون هذيا اي اون فيت حليناها باسكو اون ايتي ابويي باغ لي لا بروفيسيون دي اسيورونس دي اسيورونس معنا الاف توزا عاونتنا برشا و اون فيت جو بروفيت باش نشكرهم. الاف توزا الاف توزا هي الفيدراسيون تونيزيان دي سوسيتي داسيورونس و سي جي ا زيدا دونك لا توتيل نتاع لي كومباني داسيورونس معنا باش
وريناهم برنامج ويزيدوا نفهموا اكثر العباد شنو يصير. معناتها انا اليوم مش نقرا هالاكتواريه هذه شنو مش يصير بالحق في حياتي بالعربي خاطر برشا عباد قاعدين يتفاعلوا معنا. فسروا لنا شنو هي هالاكتواريه وشنو قاعدين تعملوا. شنو هالاكتواريه؟ باهي الاكتواريه هو يعتمد برشا على 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 المات. دونك يلزم هذاك علاش ناخذوهم من البريبا دوك الاقسام التحضيريه ناخذوهم من البريبا باش يكون عندهم باجاج نتاع مات قوي برشا. بعديك باش يستعملوا لي تكنيك نتاع المات والبروبا والستات باش يعملوا الاناليز فينانسيير ليي او ريسك. واضح. لكن انت وقت تاخذهم السيد هذا شنو مش تعطيه؟ ما مش تقريه بلاش؟ شكون مش يخلص القرايه نتاعه؟ هذا هو اللي حاسس بيه. قاعدين نعملوا اكثر من هذا. شنو هو بالضبط؟ قاعدين نعملوا اكثر من هذا خاطر اللي توا جايين يقراوا عنا نو سولمون شركات تامين يخلصوا عليهم الفورماسيون، مي البعض منهم معطينهم دي بورس بلس لاسيورونس بلس لي تيكي ريستوران. Mais en plus, ils ont une assurance pour l'emploi, donc ils sont déjà embauchés pour 5 ans avec un salaire qui m'a qu'al taïsir un des salaires les plus élevés. يعني السيد هذا يدخل يقرا وقت معناها مازال توا مازال ما دخلش يقرا ديجا عنده فين باش يخدم. مش نفهم هذه الحكايه، معناتها انه السيد هذا كيف تختاروه؟ ديو البارح اي كيف تختاروه معناتها لازم يكون عنده معدل معين ومات معين وحكايه معينه، لازم دوسي صحيح. معناتها مش اي واحد يحك راسه يقول مش نعمل اكتواريا. اما اللي فيه باهي اللي تو الدوسيات اللي جاي وبداوا يقراوا البارح. كم عندنا كونكور احنا فما كونكور عام جاي كونكور اورغانيزي في فرنسا وفي تونس فرد وقت. السنه ما لقيناش الوقت باش نعملوه في الجمهوريه التونسيه الكل، عملناه في تونس وبنزرت ونابل. دوك الجماعه اللي دخلوا عندنا السنه يقراوا عندنا من سيدي بوزيد، زوز من بيجا، من سوسه، من نابل، من تونس بيان سور. معناش من صفاقس، مي بون سي اسي ريبريزونتاتيف. واضح. دونك هذوما نلخصوا فيسا فيسا نعرف عندك شوك. وفات هذوما الناس قرايه على رواحهم سي نبغات في البريبا ما ينجموش فينونسيرمون يدخل الاكتواريه هذيا في دوفين. دوفين شعرت مشات تفاهمت مع لي سوسيتي اللي باغين يخلصوا عليهم يزيد عطيه شهريه ويزيد يضمن له الخدمه نتاعو على 5 سنين. على 5 سنين. يا عين عليك يا كذا يا بلاش. أمورنا واضحة. أكثر تفاصيل تلقاهم على الباج فيسبوك نتاع باري دوفين اللي كنتوا تشوفوا فيها على